بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. ومن الآيات اللي يظهر فيها المقارنة بين أهل المولى وأهل الشيطان الرجيم اللعين، نسوق هذه الآية الكريمة. يقول مولانا: أفمن كان على بينة من ربه. البينة تجنب تقول هي اليقين أو الآية أو الدليل وما إلى ذلك. أفمن كان على بينة من ربه كمن، شفت المقارنة، كمن زين له سوء عمل، يعني ليه أم بسيف إبليس اهتم بتزيين ضلالاته، يقول له أنت على حق وأنت على الصراط اللي من ورائي من الخير والسمعة والمجد والغلبة. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له رتنا إلي بسيف، هو مفعول به من طرف الشياطين. كل جماعة شنية الشياطين اللي حطتها تحت ضبوتها صح التعبير، أما إضلال اللي العدو يحط عدو تحت إبيتو ينزل عليه حتى يغلقه، حتى الآخر اللي يصرخ ويقول شوية خرخ عليه، كما اللي في أمريكا قال ما عادش نجم نتنفس. ومع ذلك غل الشرطة الأمريكية اللي هي لعينة، اللي هي تحمي نظام عدواني علينا متآمر على الكون كله، على ما على الوجه الأرض من إنس. و هذا شو يقول مولانا؟ زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. شوف روحك تلي تبع هواك، هل أنت من الإسلام أو من أعداء الإسلام؟ هي ذبت روح. وحنا عنا كثير من الكلب ذوما في تونس وفي مصر وفي الشام وشبه جزيرة الكرب، والسلام علينا أهل التوحيد وأهل السلام.